نرجع لخليل مع فعالية جديدة من فعاليات صيف السعودية اليوم. وين بتودينا يا خليل؟ وين رايحين؟ أبو يوسف وين بنروح؟ بوديكم وين؟ للباحة. هناك المنتزه رمضان. الباحة. أوه طبعاً مع الأجواء الزينة، ترى الأجواء حلوة هناك في الجنوب وفي الباحة تحديداً، وراح تستمتع هاني وتستمتعين هدى ومشاهدينا كمان، وتحديدا فعالية أرض المغامرات اللي بدأت في 4 أغسطس وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاي إن شاء الله. طبعا كل هالشيء هذا ضمن أنشطة برامج صيف السعودية اللي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة تحت شعار صيفنا على جوك، وطبعا لسه في غيرها 30 فعالية ثانية قدمها هيئة السياحة في 6 مدن بالمملكة بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات. وعشان نعرف أكثر عن أرض المغامرات ينضم لنا الأستاذ أسامة محرق، وهو المهندس والمشرف العام على الفعالية. أهلا وسهلا فيك باش مهندس، منورنا في صباح الخير يا عرب. أهلا وسهلا فيكم، بنوركم، يا مرحبا بكم. يعني ما شاء الله ماخذ لوكيشن تمام وجالس قدام المنتزه رغدان والأمور تمام. أول شيء يعني مهندس أسامة، خلينا نتكلم عن أرض المغامرات، فعالية للأمانة نوعية تقام لأول مرة في الباحة. كلمنا عن هذه الفعالية بشكل أكبر وعن منتزه رغدان تحديدا. صحيح، احنا حاليا في منتزه رغدان، واحدة من أكبر الوجهات السياحية على مستوى منطقة الباحة، لم تكن الوجهة الأبرز. كذلك نتكلم على فعالية أرض المغامرات، هنا هو على امتداد أكثر من 33,000 متر مربع، فتعد واحدة من أضخم الفعاليات على مستوى منطقة الباحة وأيضا مستوى مواسم السعودية كذلك. ممتاز. حاليا نحن نتكلم بالنسبة لطبيعة المنطقة والأجواء، هي قاعد تساعد لإعطاء روح للمغامرة بطابع مختلف تماما. يعني ما شاء الله أنا أشوف وراك الحين مهندس أسامة، مدري هم المنظمين تسلق الجبال وجالسين يتسلقون ولا يتهيئ اللي جالسين يرتبون؟ لا 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 لا، صحيح صحيح، نحن حاليا خلفي بشكل مباشر أطول برج لألعاب الحركة والمغامرات على مستوى المملكة، برافو، بارتفاع 18 متر هذه فيها التسلق وأيضا فيها القفز الحر كذلك، فيعطي طابع رياضي ومحاكاة كبيرة للألعاب الحركية، فتعتبر يعني رياضة أو لعبة بين قوسين ذو طابع خاص فريد من نوعه على مستوى المنطقة هنا والمملكة بشكل عام بحكم ارتفاع هذا البرج. يعني مع الأجواء الحلوة وأنا أشوف الشجر اللي وراك الأوراق تتحرك مع الهواء، اللمسة والنمسة الخفيفة، كيف تشوف الإقبال عليها من الأسر والأفراد حتى الحين؟ أنا أشوف من شوي وأنا أتكلم معاك يمكن قبل الهواء أو أشوفك أشوف في زوار يدخلون، فكلمنا عن هالشيء. أي صحيح، نعم، نحن نتكلم على هنا الإقبال جدا كبير على غابة رغدان بين قوسين، وجود فعالية متنوعة زي أرض المغامرات في وجهة سياحية أساسا أعطى طابع وحماس إضافي للزائر أنه يكون يتواجد هنا مرة ومرتين وثلاثة وأكثر من مرة كذلك. الإقبال نحن نتكلم بتزايد بشكل كامل من وقت الافتتاح 4 أغسطس، فنتكلم على مختلف أفراد المجتمع ما بين الشباب والعائلات بمختلف أعمارهم، لأنه هنا نحن نتكلم على الفعاليات هي محاكاة لجميع أفراد الأسرة كذلك الشباب. يا سلام، أنا والله مستمتع مع اللي يلعبون وراك، جالس متفاعل مع أشوفهم لعبة الحركة، لكن بنفس الوقت أنا أتساءل البعض يعني عن موضوع وسائل السلامة في الألعاب المغامرات والإجراءات الصحية الوقائية، لو تكلمنا عنها أستاذ أسامة. صحيح، نحن أخذنا موضوع الإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة على أعلى مستوى ممكن، نتكلم على وجود خبراء مختصين فيما يتعلق بألعاب الحركة والبرج كذلك، نتكلم في أمور السلامة وأيضا في الاحترازات، نحن نتكلم من ناحية الاحترازات والأمور اللي واجب علينا تنفيذها. في موقع متاح للزوار، فنحن حريصين أن نتيح تجربة فريدة للزائر أن يستمتع بالفعاليات وأيضا بوجهة سياحية متنوعة، وكذلك ما نقبل مثل ما تفضلت في موضوع تطبيق الإجراءات الاحترازية كون واجب علينا تطبيقها لأي مكان متاح للزوار بشكل عام. والله أنا يعني مهندس أسامة أنا مستمتع معك يعني وإحنا في هذا الحوار، بالإضافة قاعد أشوف الألعاب اللي وراك والأجواء الحلوة. شكرا مهندس أسامة المحرق المشرف العام على منتزه رغدان.